بدك يا هيك ولا بدك؟ بدك ولا شفت في واحد ثاني هيك؟ وانت كيف نسلم عليك؟ انا قص الشريط. عم تزبط معي هاي اليوم، حاولت احطها وما كانت تزبط معي. ايه صدق جزتك هذيك ما شفته. شو هلا بالشيخ، هلا بالشيخ، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. ستيف بعد انه كلهم مش عارفين قلت لك كلهم شرط تتكسروا سوال ستايل بيك احنا بالستوري والله جاي ستوري الانستغرام ايوه كل يوم ترى اهلا بكم وين الباب اهلا بكم في صدى الملاعب صحيح حلقه قويه ان شاء الله راح تكون اليوم مع ضيف الحلقه طيب يلا روح حفظ يلا نعطيه بدك يا هيك ولا بدك ولا تكتب ما لك ثاني هيك انت كيف نسلم عليك انا بس شو مع مين هذا؟ سويت شيء هذا قصة شريط أقول له حياكم الله. إيه تسمع ذا؟ إيه يلا. هيك. هيك وهيك. شو بعرفني أي كلام؟ خلاص حد سلم كلمة. يلا أوكي. المهم مش سلام. سلام. يلا. كثير زايحين. شو جا؟ شذي؟ يا نبيل. كثير زايح شو زي؟ لبيت شوف الحل فيصل روح من هون يلا خلينا نحضر المقطع هلا 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 الله يسلمك المفروض بعد ما نخلص لقاء 11 لأن الموضوع مو لقاء اليوم عزيمة 10 إيه
عشاء انت فاهم. دي قصه. لا 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 بيقولوا لك دين وما دين عشاء انت فاهم. بس انت ويا ليش؟ يلا لا انت عارفين ان البرنامج ده ليا صح؟ ايه شنو؟ اليه البرنامج تعرفه؟ قالوا عنك بعدين تشكيله بعدين مسابقه الاخيره سريعا بس احنا من البدايه موجودين ولا احنا ندخل؟ احنا ندخل؟ ايه بس انا ساعه عامل لك سلام ايه بلا